القصة مأخوذة من روبورتاج مكتوب لصديق صحفي عرضوا عليا لما بغيت ننجز أول فيلم قصير. الموسيقى كانت عندي مهمة في الفيلم ولدرجة أن ألفتها، وواحد الصديق موسيقي لعبها، وبغيت نسهل عليا العملية باجتنابي الحوارات، لأن عرفت أنت الحوارات عالم آخر، كاين الناس كيكتبوا الحوارات، كاين الناس كيكتبوا القصص، كاين الناس كيكتبوا الحوارات. أنا صراحة كنعتبر راسي مخرج، كنهتم بزاف بالصورة، بالإدارة الفنية للممثلين. أحداث الفيلم قصير كتوجد في سيدي مومن والحي محمدي، وهذه مناطق في الدار البيضاء شيئا ما مهمشه، وفيها واحد الفقر اقتصادي. تجربتي انا اللي ترعرعت واحد سنوات في الحي محمدي، دونك قريب من الاحداث، من قريب من الاماكن اللي جايه من هاد الشباب هادي، وما كناش حساسين، وحتى الاصدقاء ديالي ما كانوش حساسين الخطاب التطرفي في هذيك الوقيته، في هذيك في التسعينات بدايه الالفينات. اللي كنعتقد شخصيا دفع هاد الناس هادو هي حالتهم هي الياس هذا اللي كان دفعهم، وي الحالة بؤس والغياب الامل في المستقبل وفي الغد. الناس هادو ما كان عندهم ما يخسروا. دائرة ساكريفيك جاية من الكلمة ساكريفيس اللي هي تضحية، وفيك اللي هي مزورة، نقول ناخدوها بمعنى مزورة، وباغي نعني بها تضحية مزورة، شهيد مزور. المجتمعات العربية كأي مجتمع عالميا اليوم كيعيش مشاكل، وكنعتقد بأن الحلول ما كنبحثوش عليها في الأماكن المناسبة. من ناحية السينما، بعد ساكريفيك انجزت فيلمين قصيرين، موضوع اجتماعي ولكن ماشي في نفس النطاق. كنكتب فيلم طويل الاول ديالي اللي كنتمنى ان شاء الله ننجز في السنوات المقبله.